مكان عقب انتهاء المحاضرة مباشرة. يمكن معانا الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، نحاول ان احنا نتكلم معاه طبعا عن الامور الخاصة بالترتيبات الفنية لتدريب النهاردة وتدريب امس كمان بشكل عام. نطمن معاك كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، موفقين يا كابتن سامي ان شاء الله في هذه المباراة. مباراة صعبة لكن احنا مركزين، ويمكن الظروف دي عدت علينا اكتر من مرة، لكن عايز اتكلم التحضير للمباراة نفسي مع مستر مارتن، الجهاز بشكل عام بيتكلم على ايه بس؟ طبعا زي ما انت قلت مباراة مهمة جدا، واجواء لعيبة النادي الاهلي عاشوا فيها كذا مرة، لكن طبعا بالنسبه لنا طبعا استعدادنا للمباراه. مستر مارتن اتكلم في المحاضره عن اهميه المباراه، وان احنا لازم نكون احنا الفعل، ما نبقاش رد الفعل، لازم نخش الماتش بدري. هم عندهم يعتبر الفرصه الاخيره بالنسبه لهم، برضه هم بالنسبه لهم النقاط اللي جمعوها كلها من 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 ملعبهم، كسبوا سيمبا 5 وتعادلوا مع شباب الثوره وخسروا مباراتين برضه، يعني هم بيقدروا يلعبوا كويس على ملعبهم. ملعب زي ما انت شفت نجيل صناعي مش كويس، لكن دايما دايما احنا بنتكلم، يعني احنا بنقول الواقع، لكن احنا طبعا ما بنقولش مبررات خالص ولا لعيبه برضه نفس القصه، لكن نتمنى ان شاء الله ان احنا اللعيبه تكون ان شاء الله في الموعد، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق الهدف ان شاء الله. احنا عندنا اكثر من لاعب عاد من الاصابه، لكن النهارده شفنا هشام محمد يمكن غير متواجد عنده على ما اعتقد، كان بطن الركبه، عايزين نطمن عليه هل هيبقى متواجد بكره ولا عدم تدريبه النهارده ده تفضيل ان هو يريح ولا لا كابتن؟ يعني هو الدكتور فضل اللي هو يريح النهارده، عنده شد خفيف تقريبا في السمانه، لكن ان شاء الله ممكن بكره بقى كويس. برضو انت عارف ضغط المباريات ممكن ما نجازفش بيه، فلسه الراجل هيحدد بكره ان شاء الله في تمرين بكره. بشكل عام شايفين التركيز، ودي سمه المعسكرات وسمه النادي الاهلي النهارده كمان في التدريب، مستر مارتن والجهاز الفني بيشوفوا كمان الملعب ازاي، الملعب هيكون ممتلئ على الاخر، الجو والامور دي كلها بتتكلموا مع اللعيبه ازاي. احنا زي ما انت قلت يا كابتن سامي مش بنقول مبررات، لكن ده الواقع وده اللي احنا شايفينه هنا في الكونغو. طبعا انت عارف ان فيتا كلاب من عندها شعبيه كبيره جدا هنا، خصوصا هنا في كينشاسا. ملعب انت شفت وسائل الاعلام اتكلموا ان بيدعوا الناس اللي هم يجوا، والملعب يكون ممتلئ على اخره، وده بالنسبه لهم زي ما قلنا قبل كده اللي هو ده فرصه اخيره بالنسبه لهم، بيلعبوا النادي الاهلي بطل القرن واعظم نادي في افريقيا، فطبيعي يعني هيبقى في دوافع كبيره للعيبه. لكن زي ما انا برضو بنتاكد فيه ان احنا ان شاء الله عندنا هدف واحد احنا اللي بنسعى له، ودايما البطل هو اللي بيقدر يتغلب على الظروف ديت، وان شاء الله معروف النادي الاهلي ده طبعا هو طبعا نادي بطل ونادي قادر يتغلب على الظروف اللي تقابله ان شاء الله. كمان من مميزات الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي في نفس الوقت هو الفصل بين كل البطولات، البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، لكن تتفق معايا كابتن سامي ان المرحله دي مرحله مهمه جدا، سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري، احنا ماشيين بشكل مميز في بطوله الدوري، وايضا كمان المرحله دي هامه جدا في البطوله الافريقيه. طبعا مرحله مهمه جدا، لكن كل المراحل في النادي الاهلي صعبه جدا جدا جدا، وانت مطالب بكذا حاجه، مطالب بنتيجه ومطالب باداء ومطالب ان انت تمتع جمهور النادي الاهلي اللي بيحب الكره الجميله فكل الامور دي انت بتحاول تشتغل عليها. احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت ماشيين بخطى كويسه، اداء كويس، نتائج الحمد لله على اعلى مستوى، اتمنى ان شاء الله اللي هي تستمر. لكن برضو انت عارف البطولات الافريقيه انت بتعدي مراحل، وده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعدي طبعا دور المجموعات، وبعد كده نفكر في دور ال 16 ونفكر في دور الثمانيه وقبل النهائي. برضه نفس القصه في بطوله الدوله، لان احنا يمكن السنه اللي فاتت يمكن مشينا خطوات كبيره، ويمكن الاخفاق اللي حصل في المباراه الاخيره في النهائيه طبعا بتضيع كل التعب اللي فات ده، لكن ان شاء الله اعتقد ان هي خبره كويسه اخذناها واللعيبه اخذتها، لعيبه في لعيبه كتيره جدا كانت اول مره تشارك السنه اللي فاتت، لكن الحمد لله دلوقتي الخبرات بتاخدها، يمكن هم دلوقتي اللي بينقلوا خبراتهم للعيبه اللي لسه جايه جديده، ان البطوله الافريقيه غير بطوله الدوري العام. وبرده دورنا ودور كابتن سعيد ودور كابتن محمد يوسف عامل مجهود كبير جدا، يعني لو اللعيبه لانه ما شاء الله عنده خبرات كبيره وراجل واخد بطوله افريقيا. عندنا لعيبه كبيره برضو بتعمل دورها على اعلى مستوى، سواء شريف عاشور رغم ان هو مش موجود، وليد سليمان، احمد فتحي طبعا موجود دلوقتي، نجيب حتى هو مش موجود معانا، فكل اللعيبه كبيره وكل واحد ما بيبخلش عن سواء بنصيحه سواء بجهد سواء بتعب، فهو ده النادي الاهلي. يعني حديث مع اللعيبه وخلق الدوافع يا كابتن سامي، هل بتتكلموا على الفرق الاوروبيه امثال باريس سان جيرمان وريال مدريد، بتحطوا الامثله دي مع لعيبه النادي الاهلي لان فرق كبيره زي ريال وباريس سان جيرمان، هل بتبقى الامثله دي معاكم مع لعيبه النادي الاهلي؟ طبعا الكوره دايما بتدي لك دروس في كل المواقف اللي بتحصل، يعني يمكن امبارح اتفرجنا على شفت ريال مدريد قبل كده، وامبارح باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد نفس القصه، ممكن الراجل يتكلم في الماتشين دول بالذات، يعني ان الكوره دايما لازم تحترمها، لازم تحترم الخصم، لازم تحترم كل المنافس قدامك، حتى لو انت عندك فرصه كبيره في المباراه، لكن الكوره فيها متغيرات كتيره جدا، الكوره بتحترم اللي بيقدرها واللي بيتعب
فاعتقد طبعا دي دروس لازم نتعلم منها، وخبرات خبرات ايجابيه انت بتشوفها تقدر تنقلها للعيبه. اخيرا يا كابتن سامي، ايه اللي ممكن نقول لكل اللعيبه ان شاء الله لعبتنا تكون موفقه بكره باذن الله؟ ايه اللي ممكن يقوله مدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي امصان لكل لعيبه النادي الاهلي؟ اقول لهم ان شاء الله ربنا معاكم وربنا يوفقكم، يا رب ان شاء الله تكون يومكم تقدروا تغلبوا على كل الظروف، وثقتنا فيكم كبيره جدا، جمهور النادي الاهلي عشمان فيكم جدا جدا يعني، وده حقهم، وان شاء الله انا اعتقد ان شاء الله ان اللعيبه عمرهم ما هيخذلوا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي امصان مدرب فريق النادي الاهلي. تركيز كبير يا كابتن اسلام، ده اللي بناكد عليه في كل لقاءاتنا سواء مع نصر طارق قنديل كابتن سامي، كل طبعا اللقاءات اللي احنا بناخدها هنا هي دي هو ده النادي الاهلي، التركيز الشديد سمه معسكرات فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله غدا يكون اليوم من نصيب النادي الاهلي ثلاث نقاط مهمين، وايضا كمان كل اللعيبه تكون في حاله تركيز شديده جدا، الجو والظروف وارضيه الملعب كل الامور دي ان شاء الله نتجنبها، وبكره ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق يحرز ثلاث نقاط يكونوا مهمين كالعاده في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. عودة ليك يا كابتن إسلام. شكرا جزيلا.